القمر صديق ليالينا، دل بنوره قوافلنا ومراكبنا من قديم الزمان، وحرق خيال الشعراء والكتاب. الحضارات القديمة قدست القمر ورسمت له صورة استمرت لآلاف السنين، ولكن فضولنا لكشف الأسرار خلانا ندور عن الحقيقة الموجودة خلف الحكايات. ويوم ورا يوم وبفضل العلم، الصورة اللي أخذناها عن القمر قديما بدأت تتغير. من قديم الزمان يوم بدأ البشر ينظرون للسماء، شغل القمر تفكيرهم لأنه كان أقرب جرم من الأرض، وكان الفلكيين القدامى قادرين بالعين المجردة يشوفون بعض التضاريس على سطحه، فتخيلوا ممكن يكون يشبه الأرض. وعليه جبال وبحار وانهار، وممكن يكون فيه حياة أيضا. وكان هذا الشيء سبب بانتشار القصص والأساطير اللي تتكلم عن الحياة على القمر. وظل هذا الشيء منتشر بين الناس إلى سنة 1609، يوم اخترع العالم غاليليو غاليلي تلسكوب. وكانت المفاجأة كبيرة إن القمر ما كان في بحار ولا غابات ولا انهار. ويوم راقب غاليليو قدر يشوف القمر بشكل مختلف تماما عن تصورات القدامى. التلسكوب ساعد العالم الإيطالي إن يشوف فوهات على سطح القمر، وعرف إنه جاف وما في أي مؤشرات تدل على وجود أي حياة عليه. ومع ذلك ظل القمر حلم في عيون البشرية، حتى انطلقت مركبات فضائية باتجاهه. الأرض ما عندها غير قمر واحد، ولذلك ما عطيناه اسم خاص فيه وسميناه فقط القمر، وهو أكثر الأجسام لمعانا في السماء في الليل. وحتى الآن هو الجسم السماوي الوحيد اللي عليه آثار بشرية على سطحه. ولكن سؤالنا اليوم هو، من وين جاء القمر؟ بعد تكوين المجموعة الشمسية من 4.5 مليار سنة، كان في كوكب غير الأرض بحجم المريخ يدور حول الشمس. لسبب ما اقترب هذا الكوكب من الأرض وحدث تصادم ضخم بينهم، ولأن الأرض وهذا الكوكب كانوا في بداية تكوينهم، وبسبب التصادم اندمج الكوكب مع الأرض وتناثرت البقايا الكبيرة منها إلى الفضاء. ومن بعدها التحمت هذه البقايا بسبب الجاذبية وكونت القمر اللي نعرفه اليوم. القدماء لاحظوا تغير أطوار القمر واستنتجوا أنها ناتجة عن دورانه حول الأرض. سموا دورة القمر الوحدة بالشهر، وكانوا يعرفون الوقت من الشهر بالطور اللي يدخله القمر. واستخدم الإنسان حركة القمر من آلاف السنين لتعقب مرور الشهور بالسنة الوحدة، ولوضع الجداول الزمنية الخاصة بالصيد والزراعة والحصاد. أطوار القمر بدءاً من المحاق وصولاً للبدر ناتج عن وضعية كل من الشمس، الأرض والقمر بالنسبة لبعضهم البعض، ويختلف شكل القمر في كل طور اعتماداً على موقعه من الأرض وزوايا نظر من يشاهده من الأرض. والعديد من الحضارات استخدمت القمر لحساب التقويم الخاص بها، وأطلق عليها التقويم القمري، واللي اعتمده المسلمون في حياتهم وسموه التقويم الهجري. الحقيقة الواضحة هي أن الإنسان يسعى من قديم الزمان لاستكشاف القمر، والوصول إليه كان موضوع مثير ليس فقط للعلماء
بل حتى لكتاب الخيال العلمي اللي كتبوا روايات تتكلم عن الذهاب للقمر وبناء مستوطنات قمرية والعيش هناك، مثل رواية صدرت في سنة 1865 اسمها من الأرض إلى القمر للكاتب الفرنسي جول فيرن. في تلك الرواية تنبأ فيرن بكثير من الاختراعات اللي تمت في القرن العشرين كالصعود للقمر والمركبات الفضائية. فهل كان يتوقع أن تتحقق روايته بعد 100 سنة يوم هبطت مركبة أبولو 11 على سطح القمر؟ فيرن حدد في روايته سرعة ومدة الرحلة اللي استغرقها رحلة مركبته الخيالية، وهما 40,000 كيلومتر في الساعة وأربعة أيام، تطابق ما حصل لاحقا يوم انطلقت مركبة أبولو إلى القمر بسرعة 38,000 كيلومتر في الساعة في رحلة استمرت 3 أيام وبضع ساعة. ووصف أيضا الهبوط على القمر وشكل المكان هناك وطريقة مشي الرواد وكيف تنطلق المركبة من الأرض عن طريق الصواريخ والطريقة اللي يعود الفريق بها، وذلك بأنهم يهبطون على البحر بالمظلات، وهو ما حدث بشكل مشابه جدا مع مركبات أبولو، وذلك بعد مرور قرن كامل على روايته. هذا الخيال الممزوج بالعلم كان قراءة للمستقبل العلمي، وعبقرية فيرن كانت ناتجة عن قدرته على المزج ما بين عمق القصة وبين ما تحمله العلوم والاختراعات من إثارة. وطبعا إلى جانب الخيال العلمي ظهرت كثير من النظريات العلمية اللي تحاول تجاوب على أسئلتنا، لكنها ما كانت أكثر من مجرد فرضيات. ولهذا السبب صارت الخطوة نحو القمر ضرورية، واستغلينا كل العلوم عشان نلاقي وسيلة تمكننا من الصعود إليه، واكتملت جهودنا بالوصول إلى القمر. لكن شو كان السبب اللي خلى العلماء يهتمون كل هذا الاهتمام بالصعود إلى القمر؟ الجواب المباشر على هذا السؤال هو أن استكشاف القمر يساعدنا نفهم تاريخ مجموعتنا الشمسية، وتسهل عمليات استكشاف الكواكب الأخرى، وأسس استكشافه للعديد من المشاريع العلمية الضخمة اللي ساهمت في تحقيق إنجازات كبيرة للبشرية. مثلا في عنصر هيليوم 3 الموجود على الأرض بشكل نادر جدا، هذا العنصر يساعدنا في توليد الطاقة، واكتشفنا أن هذا العنصر متوافر على القمر بكثرة. يعني استكشاف القمر له جانب يدعم اقتصاد وتوليد الطاقة على الأرض. في البداية أرسلنا مركبات مجهزة بأجهزة استشعار وكاميرات مراقبة للهبوط على سطح القمر، لكن بدون رواد فضاء، لأن كان الهدف هو أن نتأكد من إمكانية الهبوط على سطحه بأقل خسارة ممكنة. وكان الاتحاد السوفيتي صاحب أول رحلة غير مأهولة، ومن بعدها البعثات نقلت لنا معلومات كافية عن الأماكن المناسبة والسرعة المناسبة لهبوط المركبات المأهولة. وبالفعل تمكننا من تحقيق النجاح، وكان رائد الفضاء نيل أرمسترونغ أول إنسان يمشي على سطح القمر، بعد ما تمكنت المركبة الفضائية أبولو 11 التابعة لناسا من الوصول إليه في سنة 1969. وبعدها انطلقت 5 رحلات تحمل على متنها رواد فضاء إلى القمر، وتمكن 12 رجل من الهبوط على سطحه بنجاح، آخرهم كان الرائدين يوجين سيرنان وهيرسون شميت في سنة 1972. وصلنا القمر من بعد ما كان الوصول إليه حلم رافقنا لقرون. بسبب إصرارنا على أن نلاقي إجابات على الأسئلة اللي شغلت تفكيرنا وخيالنا. لكن هل طموحنا اتجاه القمر توقف عند هذا الحد؟ أم إن المستقبل يحمل المزيد من المخططات؟ في الحقيقة كثير من البلدان تأمل ببناء مراكز ومستوطنات لها على القمر في العقود القادمة. فوكالة الفضاء الأوروبية تخطط لبناء قرية دولية في عامي 2020 و2030، وناسا عندها خططها الخاصة لبناء قاعدتها القمرية،
وأيضا وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أعلنت عن آمالها ببناء قاعدة قمرية بحلول عام 2020، وحتى وكالة الفضاء الصينية عندها طموح لبناء قاعدة مشابهة ضمن إطار زمني مشابه. صحيح نحن نخطط للذهاب إلى المريخ واستيطانه، وهذه بتكون خطوتنا العملاقة القادمة في الفضاء، ولكن صفحة القمر ما طويناها بعد، والسنوات القادمة بتحمل أحلام كثيرة على مركبات فضائية تبحر إلى الفضاء.